ادي يا جماعة الافوكادو، الناس كتيرة ما بتحبش تاكله في مصر عشان الكيتو، مع الكيتو بيقولوا طعمه مش حلو. طبعا انا في مرة قلت لكم ازاي تنقوا الافوكادو، لازم يبقى كده ايه، دي ناشفة؟ ناشفة، دي ناشفة شوية بس، لما تبقى خضرة خضرة مش حلوة، لما تبقى مديه على دارك يعني خضر غامق قوي كده يبقى معناها انها بدأت تطيب. يعني بص دي اللي هي فتحتها دي، وهي كده دي كانت زي كده، خلاص دي طابت، دي بقى استوت. استوت. ما علينا، فرق لهجات. هي بتعمل لي اهو، بتعمل لي حاجة اسمها واكامولي. واكامولي دي نوع معين أكلة اسباني شكلها كده، هو الأسبان بياكلوا الدب بالصلصة، فبياكلوه مع الصلصة، بياكلوا مع الصلصة، مع الشيبسي، مع الشيبس، بياكلوا مع الفاهيتا، وكده أغلبية أكلهم بيبقى ياكلوا واكامولي. فالواكامولي ده افوكاتو. أفوكاتو معمول زي سلطة معينة. دول ثلاثة، دول ثلاثة ثلاث وحدات أفوكاتو أنا نهرسها. بحاول أهرسهم خالص زي ما أنتوا شايفين كده أهو. أوكي اوكي دلوقتي احنا طحنا الافوكادو يعني نعناه خالص اهو. انا مقطعه طماطميايه، بقدونس، ده هو السيلانترو، عشان هنا بيقولوا كزبره مش كزبره، لا هو ده هو بقدونس ابو ريحه، وده بصل، بصل خضرة يعني ربط بصل اخضر انا مقطعه. المفروض ابقى حاطه قرن فلفل حراق بس انا ما عنديش، استاذ هاني ما جابليش مش موجود يعني، فانا هحطهم كلهم مع بعض. في ناس بتحب تضربهم في الخلاط. فاصل ونعود. اوكي احنا قلبناهم اهو، هنحط بق صغير خل، نص ليمونة، عشان الافوكادو بيسود. والليمونة ما تخلوش يسود. ما علينا، اعترض بقى. مش بعترض، انا اقدر اعترض. هنحط فلفل اسمر، هو فين اهو فلفل اسمر، عشان انا مش حطيتش شطه، فانا هحط بقى ايه اللي هي تشيلي، شويه محترمين كده كتروش عشان دي نار، ايه خليتها ناري. هحط التوابل دي، هي بتاعت توابل الفراخ، انا بحط منها حاجه صغيره تديله طعم حلو. دي حاجه صغيره كده، مالكش دعوه، بس هتبقى انت مش بتبقى عاجبك في الاخر. بتعجبني في الاخر. لا انا بحط كويس بيطلع كويس. عارف ان بيقول لك ايه عادل امام؟ قال لك ايه؟ الزعيم يلهط انا بلهط اهو. هنحط شويه كمون صغيرين خالص. الناس اللي ما بتحبش كمون ممكن ما تحطوش، بس انا بحب احطه. هي بتقول للناس اللي ما بتحبش كمون ما تحطوش. عندي مشكلة معاك والملح صراحة. ده ملح الهيمالايا، الناس اللي بتبقى ليها في الكيتو ده ملح الهيمالايا، وهو حلو عشان اللي عندهم ضغط يعني حلو، ما فيهوش صوديوم، ما فيهوش صوديوم، بس هو ما بيملحش قوي. انا صورته في بتاعت هاني والكيتو، طب انا ما ملحتش وحطيت شويه بتاع كوسكو، شوبينج ات كوسكو، حطيت ملح اهو. طبعا هتلاقيها نار، يعني ايه ممكن يكون انتقام النهارده يعني. انتقام هاكلها برضه. يا جماعه الموضوع ده جميل جدا على فكره، اللي هيجرب الافوكاتو بتاع الاخت مريان اللي هو الواكامولي ده مش هيستغنى عنه يعني. هو اغلب في هنا عند الامريكان، ما اعرفش عندنا في مصر، ما عندناش في مصر الحاجات دي، بس في عندهم بياكلوا بالصلصه ده بالشيبسي، هو بيدوقهم. انا بدوق، عايز ملح شويه كمان. عندهم اسمها ايه دي اللي هي ايه، حاجه اسمها الدب،
معرفش، ما عندناش حاجة حلوة. التخميس تخميس بس ما فيش حاجة اسمها دب. يعني ايه ياخد شيبسي مثلا معاها حمص، بابا غنوج، حاجات اللي زي كده. بس ودي كانت حلقتنا النهاردة من واحدة من الريسبيز اللي ممكن تعملوها في الكيتو. بنشكر مريان انها دخلت معانا، المفروض دي هاني والكيتو يعني، بس هي ايه، نشكر مريان ان هي عملت لنا الحلقة النهاردة. يلا باي باي.